تعال يا حبيبي تعال. وين راح تروح؟ ملك الموز. يا الله منوب، والله منوب. لا 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 لا. أنا دايما بستنى على قلبي ما أغلى، يا رب بلغنا طول ريحته طلت رمضان. يا أخي كسر علينا أم البيت يا. أيوة شفتك شفتك سمير، شفتك شفتك. إيزي إيزي، يمكن أنا صايم يعني ما أقدر أوقف، بطني بطني جيعان. وقف وقف. يو 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 يلا ابلع حبيبي ابلع. تتفنش. عنده سنايبر، هيفي سنايبر. يلا ان شاء الله هذا الجيم يمكن يعني. اي 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 يعني لو اجلد بهذا الجيم والله ما عندي حظ. يعني سنايبر سنايبر احلى شيء عندي في فورتنايت هو هذا السنايبر صراحة. ممكن ما يتك اللي كان عنده جلده. اوه في ناس في ناس في ناس. يلا هون اثنين. اوب ابلع حبيبي ابلع يا قوي. هرب. اي 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 او هارب. ممكن ما عنده سلاح. تعال يا حبيبي تعال. وين راح تروح؟ ملك الموز. يا الله منوب، والله منوب. لا 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 نو 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 نو. خليه والله يمكن منوب، والله منوب صراحة. أول مرة صادف منوب بالجيم. لا هذه الحركة يعني مش تاع منوب. مش عارف يعني يا الله ذبحت خوي. سوري مان. تعال وقف. تعال خذ سلاح يا منوب. اي 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 والله منوب صح. اروح سلمية يا ارواح النوب. اروح سلمية يا النوب. اروح والله ما قتلتك. راح يا هاي جيب خور. لا لا هذا مش ينوب نو هرب. يعني نوب والله مش عارف نوب بنسبة. يمكن انا هذا مدوخني. ما راح نجلدك. تعال ايوه ريلود. ما تدري يمكن يغدرنا او شيء. المشكله انه ما عنده سلاح. ايوه يسوي الحركه يعني مش هاد اول جيم يعني عنده. يلا خد سلمية. خوا خاف يجلدني. ناخذ الموارد. ارجع صاحب رجع خوي. سوري مان اني ذبحتك يعني سنايبر. عطيته بسنايبر. قولي رجع النوب الثاني. الحين عندنا اثنين منوب. او ماي جود. توقع الثاني. الثاني منوب يعني الاثنين منوب.
لكن هذا مدوخني شوي، هذا انا مش واثق فيه يعني. الثاني اللي عنده سكين هذا البنت انا مش واثق به صراحة، خوفني شوي يعني. اعطيته سلاح وعلى الله. سير ثاني، اخذ الاسلحه. يلا راح نشوفه اذا يعني منوب او مش منوب. صراحه انا اول مره صادف يعني هاد الاشكال في اللعبه، انا اللي صادفتهم كلهم جلدوني. اوكي بس والله راح نشوف هاد الجيم وين راح نوصل يعني. هنحاول نشوف اذا يثبتون انهم منوب. لو والله هذا منوب 100 100. اوكي لازم اخليهم يعني قدامنا مش ورانا. بالطماطم ما يذكر. ناخذ الوارد يعني. انا نفسي مش مطمئن يعني، ممكن اتوقع فيه غدرة يعني هذا الجيم، اتوقع انه فيه غدرة، لكن والله راح نحاول. لا ان شاء الله اذا حصلنا يعني، اذا المشكلة اني مش متأكد انهم نوب يعني. اوكي يلا راح نشوف. ويتك صرف عليهم صندوق طماطم يا اخي. اوكي يعني ناخذ الموارد وما ابني كثير، المهم المهم نكسر خلاص. هربوا هربوا. لا 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 والله مشكل. انا اول مرة صادف منوب يعني، اللي صادفتهم كل يعني، حتى لما كنت اول مرة العب فورتنايت ما رحمني ولا واحد ولا فوزني ولا واحد يعني. كنت العب ذاك الوقت فقط مع جيلالي، حتى جيلالي ارسلت له طلب اليوم يعني ماج، لانه كان في نفسي اصور الجيم عن ببجي، لكن معليش يلا خليها السيزون 7 احسن وبعدها راح نصور الجيم. اوكي اوه فين الثاني؟ والله زي ما خبرتكم يعني، الاول انا مش واثق فيه يعني، سكين البنت انا مش واثق فيها. الحركات الاولى يعني يوضح، واللي سكين سكين الصيني منوب 200% الحين يا اخي، يحاول يطلع يعني بالجبل وما يبني ولا اي شيء. شوف اذا لاحظتهم يعني ما كسروا ولا شجرة يعني، الموارد عندهم. اوكي معليش يلا اذا غض. اوه في واحد في واحد. شوف 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 هارب سكين. اوه وينو هاد؟ اوكي ورا الجبل ورا الجبل. في واحد تاني والله ما شفت مكانه زين. وين؟ هادو ما يبنون. اتوقع هنا ينتهي المشوار. وينك حبيبي طل؟ يعني هنا طلع راسك تبلع هاد. وين؟ اوكي نزل. اوه حتى لو غدرونا المنوب معليش يلا يا اخي. ليش يعني واقف قدامي؟ شوف اوكي ضلوا عند ميتك. يلا
نسال. يلا يلا دبر. نايس. ناخذ شوي لوت يعني، انا سلاحي زفت. اعطيني تاكسي في الازرق وخلاص. والله زين المنو بفلت وخلاص يعني، راح ما راح نحصل. الله يا حرام. يعني كارثة ما ياخذ لي السلاح والله. اوقات يعني تعصب فورتنايت، تعصب صراحة. ضلوا سبعة. المنوب فين؟ واللي رجع رجع المنوب. اوه دخل بوسطة والله. منوب ايش شنو يعني؟ الصيني منوب والله منوب. اتوقع يكونوا ناس الضغط 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 يا مولاي، الضغط يا مولاي. اوي اي اي يا اخي خذ لي. ايوه خلاص. ايوه خلاص اخذنا السلاح. اوقف اوقف. ايوه اوكي نشرب شيل. ناخذ تشيس. يب. اي 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 اوكي نشوف تشيس. اوكي بوندج يلا الحمد لله. ما يتكل ما يتكل دم قليل. اوكي يلا خذ. المنوب فين؟ المنوب فين؟ يعني الحين تحرس المنوب ولا تحرس نفسك ولا كيف؟ او دروب دروب عنده برا. خد طب شوية مشروم. المنوب فين؟ اوكي يا هلا شفته هون. قول لي ضلوا بس اثنين. يلا والله يمكن نحصل الجيم. اذا حصلنا الجيم والله ان شاء الله يعني راح نفوزهم. اذا حصلنا الجيم رغم اني يعني مش واثق ب ب ب بالثاني يعني بسكين البنت. انا مش واثق انه منوب، لكن معلش عشان خاطر الاول يا سيدي يا بوي. ايوه يا ابني شوف البناء ما شاء الله ما شاء الله. ابني زين بيل فايس يعني ولا عمري ولا تتوقع مني يعني هذا الحركة. مستحيل اني اسوي لك بيل فايس يا فايس يا بيل يعني مستحيل. حتى البيل انسى. اوكي خد خد بيك شيلد يا مايتي. خد سويت له على ما ياخذ. اوكي يلا ما اللي ناخذه نحن. يا الله يا ضل واحد. الحين الجيم جيمنا والله الجيم جيمنا. ان شاء الله يا رب يدفز اذا يعني حصلنا هذا الجيم وفوزنا المنوب ان شاء الله. والله ان شاء الله يا رب يعني حتى انشر هذا الفيديو لمدة ما نشرت عن فورتنايت.
ايوه والله والله ماسك يا ابوي سكين الجالكسي هو فوق يعني هذا اخر شخص شوف المنوم ما يبنوا ولا شيء اتوقع لا سكين البيت مصوب يعني جي مصوب يعني ناحيتي تمام اوكي فين الجالكسي المهم سكين الجالكسي وبعدين اعطيني راسك راسك قولي حرام والله حرام نعود يلا مع السلامة ذبحوا ذبحوا ما يتكل سوي لهم يعني تراب والله ما ادري والله ما ادري يعني كيف راح اسوي يا الله تعال ما يتكل المنوب شوفوا واقفين الاثنين مع بعض والله منوب الله ابني الكلب والله زي ما خبرتكم يعني انا يعني مش واثق صراحة اوكي يلا الحين يعني تلعب كل الجيم يب. والله كارثة اوكي معلي ان شاء الله راح نعطيهم الجيم والله راح نعطيهم الجيم يلا خذ مالي شيخ فوز 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 يلا فوز معلش والله تستاهل يا مرسل يا الله هذا بنت يعني ليز والله شكلهم الاثنين بنات يا الله اوكي مبروك الجيم يعني والله اول مرة نفوز منوب الحين ظهر انهم ديناتهم بنات يعني يعني انه واضح في طريقة لعبهم والله واضح واضح جدا انهم بنات يعني مش اولاد اكيد لو كان اولاد راح يجلدوا ام المهم المهم شباب ان شاء الله راح انشر هذا الفيديو ف لا تبخلوا علي فقط بلايكاتكم شباب وان شاء الله الجيم الجاي راح يكون على لعبة بابجي موبايل يعني في السيزن السابع يلا راح نجرب السيزن السابع بإذن الله لأنه كان المفروض اليوم نسوي عنها لكن معليش يلا خليها للسيزن السابع شوف يفتح دروب الحين اوكي المهم شباب دمتم في رعاية الله وحفظه لا تبخلوا علي بلايكاتكم سوف نلتقي في شرح او حلقة او جيم بلاي بإذن الله